السلام عليكم. سريع، القوات اليمنية حررت جميع مديريات مأرب باستثناء الوادي والمدينة. إن لم تكن مشتركا في القناة فشارك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع يوم الثلاثاء تفاصيل المرحلة الثانية من عملية ربيع النصر التي تخللت عمليات عسكرية ناجحة في محافظة البيضاء وشبوة مأرب. وفي التفاصيل، أعلن سريع نجاح القوات المسلحة اليمنية في تحرير كامل محافظة البيضاء بدعم من أبناء المحافظة. وقال سريع إن العمليات العسكرية في محافظة مأرب تكللت بالنجاح بدعم مستمر من قبائل المحافظة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة حررت جميع مديريات محافظة مأرب باستثناء الوادي ومدينة مأرب. وأكد أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في التقدم باتجاه مديريات الجوبة وجبل مراد من خلال مصيرات عدن، مضيفا أن قواتنا كبدت عملاء العدو خسائر كبيرة، ومن تركوا القتال سمح لهم بالمغادرة. وأشار إلى أن الدفاع الجوي نجح في تنفيذ 86 عملية تصد، والقوات الصاروخية نفذت 47 عملية استهداف للعدو. وفي المرحلة الثانية من العملية ربيع النصر، كما أن سلاح الجو المسير نفذ 141 عملية استهداف للعدو، منها 13 عملية في العمق السعودي. وأشار سريع لأن القوات المسلحة مستمرة في منح المسيرات الأخرى منها الاجتماعية فرصة لتحقيق أهداف التحرير. والقوات المسلحة تسجل بكل فخر الدور البارز لمشايخ مأرب في تحرير مناطقهم. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.